مرحبا بكم في تستور. انا توا معايا عائله الخضيري وعائله الجبالي. اي نعم، زوز عائلات تستوريه 100%. صحيح ولا نعم؟ نقولوا تستور شنو معناها؟ تستور الاصاله، تستور المالوف، تستور الحضاره، تستور الاندلس. انت الجامع الكبير ما شاء الله عمره يجي قرابه 600 سنه ولا 400 سنه. حضارة المرسكين أو المداخل التستور أو الحوم في تستور، هي الرحيبة، هي الحارة، هي التغريب، هذه أصل تستور. تستور ومن بعد بدأت تكبر تستور، ما كانت بلدية من أصلها، من عهد الاستعمار بلدية، تولت معتمدية وكبيرة، فيها الليسيات برشا، فيها الكوليج، فيها كل شيء، متطلبات الحياة كلها فيها الحق. تاريخيا كانت اول اسمها تيشيلا، تيشيلا يعني الاسم الموريسكي للبلاد الاصليه تيشيلا. من بعد بشويه بشويه معناتها جات الحضاره الفتوحات الاسلاميه وليت معناتها تستور اسلاميه، لكن حافظت ديما على الطابع الاندلسي نتاعها، وحافظت على معناتها في المطبخ، في حتى تشوف المعمار معناتها، فهمت؟ عندها تختص زاده بالقرموط اللي يتصنع هوني، معناتها يعني يتصنع في محلي، فهمت؟ الزهر عندنا في الربيع زاد الزهر، تجي تشم ريحة الزهر ملي تدخل في البلاد معناتها. دخلت تستور أنا ديجا، ملي دخلت تستور سميت ريحة الزهر والرمان. أمي أهلا. أنت عادة أختي تستورية زمنية، الكلمة معاك ليه؟ والزلقة بفلقة معاك. أختي قل لي باش نعرف واحد تستوري زمني، كيفاش لازمني نطلعه؟ أعطيني قمار. أي عندنا يلبس الشاشية، يلبس الجبة، الكابوس، عندنا عرس ممتاز ان بالمالوف، تطلع العريس، تطلع العريس. نعم نعم، هذا كان بالمالوف، ما كانش متسماش تستوريه. طيب وتخرج العروسه في كهربه، تركب في كهربه معها ام العريس وام العروسه، والعريس على ساقيه، ويبدا الطبيل المالوف قدامه حتى يوصلوا لصاله الافراح. يقعد يمشي على ساقيه، يخرج من الحمام بالجبه باللبسه العربي وبالملوف، يوصلوه لدار العريس لول، وبعد يمشي لدار العروسه يوقف بحذاها ويرجعوا عليه الفلوس ويعلوا عليه، وفي الليل يهزوه للصاله زاده بالملوف. ما كانش ما يسماش دستوري. ويمشي على ساقيه، على ساقيه والسهليبه قدامه تشعل. تاريخ قبل كان، قبل ما كانش ضوء الكل، كانوا يعملوا لهليبه كعبورات نار هكا يصبوا عليهم الغاز ويشعل. رجعوا لها تو، فهمتني؟ والطبيل يبدا يركز، وكي يدخلوه للصاله بصوره البرده، ما يدخلش الرجال، يدخل نسالو. من بعد توا هكا ولا اختلاط، قبل كانت النساء صافي. والنخ نتاعنا سبيسيال، فما حتى في الليل كان في تستور هكا هو، فماش قبل ما يدخل للصاله يبوس بوه ويبوس عمامه والكل يكب عليهم، وبعد يدخل شويه الكاميرا يكب على عمامه ويدخل على بوه. هذيك تقاليدنا في تستو. ابار سا راهم مش ستريه اللي يعملوا غير الحاجات هذيا، احنا ستريه الحرام. امشي للحمام زيد عندها تلبس الخامه، الحايك، الحايك والخامه، يمشيوا معاها زوز من اقاربها معناتها بنت عمتها وبنت خالتها، يلبسوا كيفها هي، تبدا في الوسط باش ما تظهرش، ما تعرفش العروسه خاطر تشق البلاد كل شيء، دونك ما تتعرفش. هيك اللبسه هذيك تقليديه زاد موجوده في تستور برك معناتها، وتلقى معناتها اللبسه الاندلسيه زاد السفساري والحاجات معناتها الاندلسيين كل ما زلت تستور محافظه عليهم، معناتها تلقاهم كيما هما. يعني التراث هذايا مازلنا مستحفظين عليه. اندلسي، اندلسي حر معناتها، فهمت؟ وما كي تجي تستور معناتها تقول يعني تتذكر اسبانيا، حتى في الشوارع في الزناقي كي تمشي تدور فما مدن في كل شيء ديما في العوله نتاعنا، فما عولتنا سبيسيال يعني من الحلال من النواصل للكسكسي للملوخيه للفلفل، كل شيء نعملو دير، كل شيء من الشوربه، كل شيء من كل خير، من كل خير، من المعجون، من الحلال، من النواصر، من الكسكسي، من الحمصه، من البرغل، من الشوربه، من كل شيء. كيفاش؟ مقرونه تصنع في الدار في تستور. نواصر مقرونه كيما سباجيتي ريتها تبدا بلا بارد، تسمى بالنقبه نحسم يوم عرش، وبال ولا هكا تاع تسميلك هي في تستور. كانوا قبل يزرعوا الزعفران برشا، كان الحاج قرديش يرحموا يا ابن الزعفره، ديجا الارض مازال توا ما قسموها ديا، ويزرعوا الزراعات الكبرى والسبرجل والرمان، هذاك متسمي على تستو باش نعملوا منه العود. والمشمش، والمشمش. اعطيني مثل تستوري ترى. هاني قلت لك انا مثل تستوري. نقول لك كما نقولوا كب الطنجره على فمها تطلع طفله لامها. اعطيني حاجه هكا. اختي تعرف امها.
الطفلة يخطبوها على أمها، يخزروا لأمها ويخطبوها، أي مش يخزروا لأمها، يعني يشوفوا تصرفات تصرفات أمها مع عائلة رجلها، سيرة أمها يخطبوها. تو مازلت دي مازلت مازلت برشا عائلتك كيك ياخذوا كنها كيك ياخذوها على س... على الألقاب. والألقاب ليه الألقاب ميريش و... فهمت ألقاب هذوما تلقاهم كيف تسور ميريشكو ماركو نذكرهم هنا خاطر ما فهمت أضم اللي في التستور. أعطيني أهم الألقاب التستورية تو اللي مازالت اللي مازالوا من المورسكيين هي ماركو الأندولسي الوسليتي المانسي هذوما الأهم اللي مازالوا معروفين. ميرسي بوكو يعطيكم الصحة عايشكم. عسلامة عسلامة مرحبا بك شحويك مرحبا بك في تستور لل... عايشك يعطيك صحة. أنت من تستور بتبيع موجودة في تستور عايشة لنا ديجا كلنا شوية على تستور. تستور تشتهر بالجامعة الكبيرة متاحة تشتهر بالمناطق الداخلية اللي فيها السوق العربي القديم اللي يذكرك بالجدود ويذكرك بالأندلسيين كيفاه جاو فيها الحارة فيها برشا معالم أثرية وموجودة بالقدام سيدي نصر موجودة برشا معالم أثرية وتشتهر بثمرة الرمان اللي احنا في المهرجان متاعو طوى. شنو الغلة الأخرى اللي تشتهر بها؟ موجودة الغلة الكل عنا في تستور لكن ثمرة الرمان تشتهر بها تستور أبرزها الرمان كهو أبرزها الرمان لأن الرمان عنا ما شاء الله سويني رمان هذا هو ونستعملوه في الأكلات متاعنا نستعملوه في المسهوف نستعملوه معجون نعملوه جو كل شيء. شنو الفوائد متاعه؟ الفوائد متاعه باهي للمعدة مناشط للقلب للكلوي كل شيء كامل هو ثمرة كاملة جاملة ديجا ذكرت في القرآن. مدينة تستور تتميز بمقومات حضارية وثقافية رغم هذا ماهيش مصنفة من المدن السياحية علاش؟ نتمنى أنها تكون مصنفة وتوا ديجا دخلت هي معناها عندنا برشا معالم قلت لك كيف الجامع الكبير وساعة متاعو للدور بالعكس من أبرز المعالم اللي موجودة في تستور عندنا برشا سيدي ناصر عندنا برشا برشا معالم موجودة فيها قلت لك السوق البلاد العربي والديزاين متاعو والخدمة الأندلسية العريقة متاعو اون بلوس دو سا فما الحاره فما برشا حاجات موجوده فيهم السياحه كيفاش تراها هون بالنسبه للسياحه الداخليه الحمد لله والشكر لله موجوده بالنسبه للسياحه الخارجيه ضعيفه شوي خاطر ما هيش معروفه ما هيش موجوده معناها على الجيت فهمت هذا هو نتمنوا تتحطوا نتمنوا احنا مرحبا باللي يجي احنا نفرحوا كلكو سوا بالتونسي ومرحبا بيه فوق الراس وبالسياح الاجنبي زيدا بالنسبه لمهرجان الرومان هذه الدوره الخامسه انت كل عام تحضر بيسير كل عام هذه الدوره الخامسه ان شاء الله هي دوره ناجحه والحمد لله والشكر لله دوره خير من الدورات السابقه صحيح فما شويه نقائص وما ننكروش هذا وان شاء الله نتلافوها في الاعوام الجايه ان شاء الله. الاقبال كيف شفتوا يا سنين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اقبال جماهيري امس اليوم ما شاء الله عظيم وكنا نتمنى انها تصير في العطله باش يكون اقبال اكثر واكثر خاطر جات بريود ما زالت الاولاد تقرا وما فماش ان شاء الله العام الجاي ابرك وخير ان شاء الله ومرحبا بكم في كل وقت عايشك مرحبا بكم في تستور.